في لقاء لك مع زميل الراحل رحمة الله عليه سعود الدوسري في أهم عشرة، سألك لو استمع أبناؤك إلى الغناء، ما هي قراراتك وما رأيك؟ فقلت إنني ديمقراطي مع أبنائي، خياراتهم لهم. في هذا السياق اليوم أسألك، لو تم إقرار قيادة المرأة للسيارة، هل ستكون ديمقراطي مع بناتك لو قرروا أن يقودون السيارة، أم الموضوع مختلف؟ لا، ليس مختلفا، بالعكس. أنا بناتي يأتون هنا في الإمارات، وكنت دائما أطلب منهم أن يتعلموا القيادة. اليوم ما يعني إحنا مشكلتنا في مجتمعنا، المرأة معتمدة كثيرا على الرجل. يعني أنا أروح وأركب معي بناتي وزوجتي ونروح نسافر، لو أصابني شيء ما استطاعوا يفعلون أي شيء، ما يعتمدوا على أنفسهم. يعني هذه مشكلة. لو تبغى تسافر، لو جيت سافرت أنا وياها مثلا ماليزيا ولا كذا، وأيضا أصابني شيء ما تستطيع أن تتصرف. فأنا دائما أحاول أن البنات لا يكون عندهم. إذا أنت يعني ديمقراطي معهم في هذا التواكل، يعني ديمقراطي في قرارهم. لو أقر ما عندنا مشكلة. طيب أنت